Then the balance in basic medium, MN, part 4, exercise 1. Exercise 1, part 4, MN, O2, MN, 2 plus. أي اللي basic, in basic. قلنا هون عندي 2O, شو بعمل هون؟ Plus. شو 2H2O قلنا على عدد الـ O منضيف H2O كمان عندي هون 4H شو بضيف هون plus 4H plus هلا عندي شيء اسمه conservation of charge ذكروها conservation of charges كيف هي كيف هي conservation of charges MN O2 عندي زيرو plus 4H plus plus شو زيرو ولا شو plus شو عم بحط plus شو زيرو ولا شو plus X عافيك ايكوال هون عندي بلس 2 هون شو بلس 0 هيدي 4H بلس هيدي 4 بلس هيدي شو بلس 4 بلس X ايكوال بلس 2 and plus that X ايكوال minus 2 شو بحط هون شو بحط هون 2 electrons ماشي الحال اتفقنا yes اوكي هلا شو صار عندي انا هون صار عندي ان اسيدك ميديوم صارت ام ان او 2 ام ان او 2 بلس 4H بلس بلس 2 الكترونز جيفز وات شو بعطينا MN 2 plus plus 2H2O لما بيقول لي basic شو basic على عدد H plus شو بضيف OH minus 4 OH minus هون plus شو 4 OH minus we know that 4H plus plus شو هاي plus 4H minus 4OH minus شو بعطيني 4H2O شو عندي هون 4H2O صار عندي MN O2 plus 4H2O plus 2 electrons gives what MN 2 plus plus 2 H2O plus 4OH شو minus ولكن أنا فيه أعمل هلأ شو بدل 4H2O وهي بتصير شو بصير عندي هون 2H2O مزبوط ولا لا شو بصير البالانسد إيكويشن بتصير البالانسد إيكويشن بتصير شو صارت MN O2 plus 2H2O plus 2 electrons gives what? MN 2 plus plus 4OH minus. Basic medium le presence of OH minus. مين عنده أي سؤال وأي استفسار؟ حدا؟ عم تكتبوا ولا بكتب بنقول مره ثانيه
استاذ اذا بدك معها انا اخذت صورة اللي بده وابعث له اياها. لا حبيبتي لا بركي في غيرك عم يكتب. انا بحترم الكلمة. مين عنده اي شيء؟ طيب خلينا ناخذ غيره. غيره H2O2O2 ام بيزي. عندي H2O2O2 عظيم. شو عندي انا هلا هون؟ عندي O2O2 عندي هون شو؟ 2H+ هون شو بضيف؟ 2H+. هلا conservation of charges شو عندي؟ 0 plus x equal 0 plus 2 بيطلع عندي x equal قديه؟ plus 2. يعني شو صار عندي؟ plus 2 electrons. شو صارت equation؟ H2O2 gives what? O2 plus 2H plus plus 2 electrons. أنا قلت لما بتحطوا O plus هون بتحط إلكترون هون. In basic شو بنضيف؟ على عدد ال H plus شو بضيف؟ OH minus. يعني plus 2OH minus هون شو؟ 2OH minus. We know that 2H plus plus 2OH minus gives what? 2H 2O. فإذا instead of 2H plus 2OH minus شو بيطلع عندي؟ 2H 2O. شو صارت الإيكويشن؟ H2O2 plus 2OH minus gives what? O2 plus 2H 2O plus 2 electrons. ماشي الحال؟ اتفقنا؟ مين عنده مشكلة؟ اخر وحده في محه في محه ايه طيب اخر وحده هي Cl2 gives ClO minus. هذا كيف بنحضر الكلوركس الموجود بالبيت او الاودكس. شو عندي هون؟ عندي او شو بدي فون؟ H2O. عندي 2H plus مزبوط. هلا conservation of charges. كيف عندي conservation of charges؟ 0 plus 0 plus X equal to the minus 1 plus هيدي plus 2 x equal plus 1 شو بضيف هون؟ plus electron. هلا in basic شو بضيف؟ in basic شو بضيف؟ OH minus هون 2OH minus OH هون plus شو؟ 2OH minus. أعطاني Cl2 plus H2O plus 2OH minus gives ClO minus plus 2H2O. منين اجت 2H2O؟ مين بيقول لي؟ هي 2H plus plus 2OH minus. ايوه هيدا قطنا شو؟ 2H2O. بلس شو؟ الكترون. انا عندي
2H2O وهي بتروح، شو صارت البالانس؟ Cl2 plus 2OH minus gives what؟ ClO minus plus شو؟ H2O plus electron. مين عنده أي سؤال؟ حد عنده سؤال؟ في يد بالاكسرسايز اللي بعده؟ كل شيء واضح. طيب خلص هذا الاكسرسايز سهلين. نجي للاكسرسايز اللي بعده. نجي بنكفي هلا الاكسرسايز هيدا. Given the following redox couples. معطيكم 3 states like okay. Given the following redox couples. معطيكم هيدا، معطيكم هيدا، معطيكم هيدا. لكل حالة عندنا نفس الأسئلة. يعني كأنه 3 exercises بسؤال واحد. فهمتوا علي؟ فهمنا؟ أول شيء شو قايل لي؟ الـ E of Cr2O7. Cr2O7 2 minus. عندنا الـ E 1.33. SO4 2 minus SO2 قد عندي اياها 0.17. شو بيقول لي؟ Indicate the stronger oxidizing agent and the stronger reducing agent. Write the half electronic equation. لا شو مشتغل فيها؟ تتذكروا انتم ما كنا نعمل الهاف، نعمل بالانس لما يكون عندنا نيجاتيف، تتذكروها بال على الالكتروكيميكال اكسس؟ تذكر كنت لكم اياه ما نعمل نيجاتيف. هون شو عندي انا؟ معطيني جيفن اي لمين؟ سي ار 2 او 7 2 ماينس سي ار 3 بلس 1.33 فولت. ومعطيني الاي لمين؟ اس او 4 2 ماينس اس او 2 0.17 فولت. هلا بنحطهم على الاكس 1.33. هيا CR2 O7 2 minus. هون شو عندي؟ CR3 plus. مثل لما كنا نعمل لمين؟ مثلا هاي CU2 plus CU FE2 plus FE. Exactly. نعمل هيك جمع. مش هيدا كان stronger oxidizing agent وهيدا stronger reducing agent؟ مزبوط ولا لا؟ مزبوطة؟ هيا نفس الشيء 0.17. هون شو عندي اياها؟ SO4 2 minus SO2. شو بنحط؟ X exactly مثل ما كنا ناخده بالدرس الماضي، بس هون عندي النيجاتيف. شو صار عندي هون؟ شو بقول؟ E increases oxidizing power. شو increases كمان؟ شو بقول هون؟ E decreases reducing power. شو increases؟ تتذكروها يا حبيبي؟ تتذكروها؟ تتذكروها؟ yes. نفس الشيء. مش كنا المرة الماضية قلت لكم خلوني ممنوع نشتغل بالنيجاتيف بعدين بيجي دورة؟ ها؟ هاي طيب شو بقول؟ أي من الأوكسيدايز سترونجر أوكسيدايزنج إيجنت؟ هيا فإذا The stronger مثل ما كنا نشتغل هونيك oxidizing agent is Cr2O7 2 minus of greater
شو اي ذا stronger reducing agent is شو SO2 of smaller E مظبوط ولا لا مظبوط فاذا هي هيدا stronger oxygen فاذا according to gamma بتصير الرياكشن مثل ما كنا شو هون هي according to gamma reaction will take place between the stronger oxidizing agent and the stronger reducing agent صح ولا لا هذا part 1 انا بعثت لكم اياه على الملفات التعليميه اهو شفتوه هون شفتوه هون the reaction is شو الرياكشن CR2 O7 2 minus plus SO2 شو بيطلع عندي CR 3 plus plus SO4 2 minus هيها CR2 O7 plus SO2 SO4 2 minus مع هاي صعب يا حلوين صعب استاذ مثل اللي قبل exactly يلا من عنده اي سؤال هذا عنده سؤال في محل كف البارت 2 طيب هلا شو قايل لي write the half equation شو عندي انا CR2 O7 2 minus plus SO2 هذا بارت 2 gives what CR 3 plus plus SO4 2 minus هلا بقسمهم اول half equation هاي وهذه ثاني half equation شو عندي CR2 O7 2 minus شططني CR 3 plus كمان شو عندي SO2 شططني SO4 2 minus نجي لأول واحد لاحظوا أول واحد كأنه عم نعمل وين مثل البارت الماضي هون عندي 2CR هون multiply by 2 هي هيدي 2 عندي 7O شو بزيد هون 7H2O عندي 14H plus 14H شو بدي فهم 14H plus بقول هلا conservation of charges minus 2 plus 14 plus X هون plus X equal 2 times plus 3 plus 6 plus 0 plus 12 plus X equal plus 6 X equal minus 6 شو صار عندي هون 6 electrons مظبوطة كل معي كل معي اوكي بيجي لهاي اذا عندي اس اس هون عندي 4O هون 2O شو بدي فهم 2H2O هون شو صار عندي 4H plus conservation of charge عندي 0 plus 0 plus X equal minus 2 plus 4 X equal plus 2 هون صار عندي شو plus 2 electrons وضحت يا جماعة في مشكلة اللي عم يكتب يكتبون لا أستاذ في محة
اوكي هلا بقول لي بارت 3 رايت ذا بالانسد ايكويشن. شو عندي انا هون؟ CR2 O7 2 minus plus 14 H plus plus 6 electrons شاطاني 2CR 3 plus plus شو 7H2O. وشو عندي كمان؟ SO2 شاطتني SO4 2 minus plus 2H2O plus 4H plus plus 2 electrons. هيدي شو هي؟ half equation of شو؟ reduction. ليش reduction electrons gained هون؟ مزبوط ولا لا؟ وبعدين القيلة ال CR2 O7 greater. وضحت ليش؟ مش اللي فوق بصير فيها reduction تحت oxidation؟ هيدي شو هي هاي؟ yes. half equation of oxidation. Oxidation. فينا نعرف أكثر شيء من position of electrons. إذا كان electrons وين؟ على left بيكونوا reduction. إذا كانوا على right شو بيكونوا؟ oxidation. شو بعمل هلا؟ لنعمل balance. فوق عندي 6 electrons تحت 2. شو بعمل تحت؟ هيدي times 3. وهي كلها times 1. لنعمل شو؟ equilibrium بالإلكترون. مظبوط ولا لا؟ أو في أضرب فوق ب 2 تحت ب 6 بس صار كبير. شو صار؟ CR2 O7 2 minus plus 14 H plus plus 6 electrons gives 2CR 3 plus 7H2O. تحت 3SO2 plus 6H2O نضربها كلها ب 3 gives 3SO4 2 minus plus 12H plus plus 6 electrons. هلا add نجمعهم. شو بعمل؟ 6 electrons 6 electrons. مزبوط ولا لا؟ صار عندي CR2 O7 2 minus plus 14H plus plus بجمع الرياكتنت لحال والبرودكت لحال 3SO2 plus 6H2O gives what 2CR 3 plus هيها plus 7H2O plus 3SO4 2 minus plus 12H plus. فهمنا؟ شو بعمل هلا؟ هلا شو بعمل؟ بجي عندي 14H plus وهون عندي 12H plus. شو بيبقى عندي هون؟ 2H plus. عندي هون 6H2O وهون 7H2O. شو بيبقى عندي؟ H2O. مين كفي البقايا؟ CR2 O7 2 minus plus 2H plus plus 3SO2 gives what? 2CR 3 plus plus H2O plus 3SO4 2 minus. هاي balanced equation. وضحت يا حلوين؟ مين عنده أي سؤال؟ أستاذ واضحة بس لو سمحت تعطينا وقت لنكتب؟ قد ما بدك وقت. بعد عندي تو بارتس فيها بتحضروا لي اياهم مش هوم وورك، حضروا لي اياهم ليوم شو؟ الاربعاء. انا راح اكتب لكم انه عندكم كويز التنين على الواجبات المدرسيه بالبالانسنج ايكويشن بس مثل هو اسيد بيزك اسيد او بيزك. فهمنا؟
اوكي. أستاذ إذا بدك تمحي أنا خلصت. لا لا بدي الكل خلصوا. طيب ليك يا عيني هلا ليوم الأربعاء شايفينه هو البي والسي. البي والسي شو بتعملوا؟ عملوهم preparation مش هومون. فهمنا؟ خلينا نعمل مثلا واحد بيزك هون اسيدك ونعمل بيزك وان شاء الله الاربع مكفين كلهم. اوكي عندي MnO4 minus MnO2 و PbOPb اي اللي هي اكبر عندي اياها؟ هيا خليني اعطيكم واحدة من عندي مثلا عندنا سيو عندنا اج سيو 2 بلس CU 2O الـ E أكبر من الـ E لمين؟ للـ H CO 2 minus H 2 CO ماشي الحال؟ فهمتوها؟ مثلاً هي بيكون هيك هادي H C double bond O H هادي هادي اسمها ميثانال هادي شو بيعمل هلا؟ قايل لي هون in basic medium